ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب تبقى كل حاجه في حياتكم خير وسعاده. قادر يا كريم، وعلى رأي مصطفى ربنا يجعل رمضان جميل على كل البشريه وعلى كل اهالينا واشقائنا اللي موجودين في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي كل وعندنا وفي كل حته. نتمنى ذلك، ونتمنى كمان انه رمضان يعجبكم جدا على قناه بتاعتنا، قناتنا قناه الاولى، القناه الاولى. ليه بقى؟ احنا بصوا، انا اعتقد ان كل المصريين في الوجود عندهم احساس بانه رمضان في الاولى حاجه تانية. اصل الاولى بالنسبه لنا جميعا هي التلفزيون، يعني يقول لك هنفتح التلفزيون في رمضان، يعني القناه الاولى، يعني هنشوف المسلسل طول عمرنا كده، هنشوف الفوازير، هنشوف عم فؤاد، هنشوف برامج جديده فيها منوعات او مسابقات. تاريخنا كده طول الوقت احنا في القناه الاولى في شهر رمضان. دايما كنت تلاقي رمضان على القناه الاولى طعم تاني وطعم مختلف وممتلئ دائما بالبهجه والتنوع. يعني انا عايز احكي لكم شويه على رمضان عندنا في القناه الاولى عامل ازاي. احنا رمضان عندنا في القناه الاولى في كل ما تريده النفس الطواقة للمشاهدة. يعني مثلا عايز برامج، تعال نوصفها بأنها البرامج الدينية أو البرامج الروحية والمتميزة جدا، هتلاقي بقى برنامج فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، طبعا شيخ الأزهر الشريف. هتلاقي برنامج نور الدين، ده اسم البرنامج، لمولانا فضيلة العلامة الدكتور علي جمعة. هتلاقي برنامج لمولانا فضيلة الشيخ الشعراوي، وبالمناسبة مولانا فضيلة الشيخ الشعراوي تبدأ تكتشف كل يوم وكل شهر بيعدي عليك وكل سنة بتعدي عليك أن هذا الرجل رحمة الله عليه عبقري بكل ما يمكن لأي كلمة أن تصف. عبقرية فزة فزة في رؤيته، في فلسفته، في تفسيره، في خفة ظله اللي الكل بيشهد بيها، في كرم أخلاقه، في تواضعه الجم مع الكل. تشوف برنامج مولانا الشيخ الشعراوي أو برامجه عموما وحلقاته اللي تظل دايما محفورة في الذاكرة، وهو بيتكلم مع الناس وبيتكلم معاهم وبيناقشهم وبياخد منهم وبيرد عليهم وبيساعدهم على التفسير وعلى الفهم. مولانا الشيخ الشعراوي بالمناسبة علشان كده هو عايش معانا، الله يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته وطيب الله ثراه زي ما اخواننا دايما في الخليج يقولوا. والله يعني حتى بتعجبني كمان، بيعجبني المصطلح طيب الله ثراه. عندنا كمان يا سادة كرام برنامج قلوب عامرة، وده للدكتورة نادية عمارة. عندنا برنامج لا تعسره، وكنا اتكلمنا فيه مع مولانا الدكتور عمرو الورداني. زميلي العزيز رامي محمد عامل برنامج متميز جدا، وانا دايما يعني بقى لكل ما سبق أساتذة كبار ومشايخ عظام، بس زميلنا بقى رامي فهو زميلنا بقى، فانا تلاقيني متحيز بقى للبرنامج بتاع رامي حبتين، فعشان كده عايز اتكلم عليه حبه. انا عجبتني الفكره سفراء النبي. شوف هنا بقى رامي زميلنا عمل ايه، عمل فكره لطيفه جدا متعلقه بالبعثات الدبلوماسيه اللي كان بيبعتها الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونقى 30 سفير الرسول عليه الصلاه والسلام بعتهم لملوك وحكام الارض. وهيحكي لكم الحدوته من غير ما احرق لكم البرنامج، بس كما جرت العاده رامي بيبذل مجهود كبير جدا في البحث وفي التقصي، وبيبذل مجهود كمان في ايجاد الافكار الجديده اللي بيتحفنا بيها كل موسم رمضاني والتاني. ونتمنى ان احنا دايما نشوف برامج من رامي على طول، يعني لانه برامجه حلوه كده وظريفه وجميله. طيب تعالوا بقى نروح انه شاشه الاولى و الحنين أو النوستالجيا، الحنين للماضي. إحنا السنة دي عندنا في القناة الأولى شوية حاجات حلوة. فوزير عم فؤاد الأستاذ
فؤاد المهندس اللي لما يقدم الفوازير موسم واثنين وثلاثة وما إلى ذلك يقدم لك طول الوقت فوازير مختلفة جدا، وتشوف إزاي أستاذ فؤاد المهندس عمه فؤاد هو بيقدم لك الفوازير للأجيال الصغيرة بالأسلوب الرائع بتاعه اللي هو دائما سهل ودائما لطيف ودائما قريب من النفس، ولا يمكن أبدا أنك أنت تسيب فوازير عمه فؤاد حتى لو كنت كبير. أنا أتذكر أنه حتى الكبار لما احنا كنا أطفال كانوا يقعدوا معانا ويتفرجوا على فوازير عمه فؤاد اللي دايما كانت فزورة سهلة ممتعة دمها خفيف مفيدة، وده شيء مهم جدا، مش أي فزورة والسلام، لازم كانت دايما الفزورة بتتقدم بطريقة وكان يبقى لها قالب ما، وكان دايما يديلك من وراها معلومات كتير وتقعد تفكر، حتى لما بتحل الفزورة صح كان لازم ترجع وتدور. طبعا على ايامنا كنا بندور في الكتب والمجلات، دلوقتي اليومين دول العيال الصغيرين قاعد على جوجل شغال، حاجه صعبه جدا يعني، بس احنا انا اعتقد ان حياتنا كانت امتع بكتير، وعشان كده الاولى ما سبتناش ومقدم لنا فوازير عمه فؤاد. كمان مجموعة كبيرة جدا من الفوازير اللي كلنا حبيناها زمان في برنامج زمن الفوازير، يعني منقيين كده ايه حتت وقطع وحلقات وما إلى ذلك في برنامج زمن الفوازير. طيب تعالوا بقى أخدكم ونروح للبرومو بتاع برنامجنا الجميل كما جرت العادة الإمام الطيب، وهنرجع نكمل الكلام. يا حي يا قيوم يا منتقم يا جبار، الأسماء الحسنى تنشئ إنسان كل خير في جميع جوانبه. متى نصر الله؟ القرآن قال إن نصر الله قريب، وإحنا الآن بقول كده متى نصر الله، وده مقتضى اسم الصبور. ما علاقة أسماء الله الحسنى بالأزمات التي نعيشها الآن؟ انظر كيف لطف قلب العبد، لطفها حتى صارت محلا لأشرف شيء وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. هو عظيم بمعنى عظيم الذات، عظيم الصفات، عظيم الأفعال. فهذه الأسماء الحسنى هي النوافذ على معرفة الله سبحانه وتعالى. لولا هذه الأسماء لما استطعت أن تعرف الله. الإمام الطيب مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يوميا الخامسة والنصف مساء في رمضان على قناة مصر الأولى. برومو جميل طبعا، فضيلة الإمام لا يحتاج مني لأي وصف ولا أستطيع حتى أن أدلي بشهادتي، يعني فمن أنا يعني حتى أشهد لمولانا فضيلة الإمام الأكبر. لكن صديقي وزميلي العزيز الدكتور محمد سعيد محفوظ وأسئلته الحلوة، أسئلته المهمة كما جرت العادة، أسئلته شديدة العمق اللي بتعكس كمان ثقافته هو كمان الذاتية والتفكير المستمر في كل شيء، وبالذات وهو بيشتغل على هذا البرنامج الهام والقيم. طيب عايز بقى ناخد بعضنا ونشوف البرومو بتاع برنامج ولا تعسره، يعني احنا اتكلمنا مع الدكتور عمرو الورداني من غير ما نكشف كل البرنامج، لكن مهم جدا ان احنا نشوف البرومو ومهم جدا ان احنا نعرضه على حضراتكم فتزدادوا شوقا على تشويق. تعالوا نشوف البرومو سوا. حاسس ان حياتك بقت صعبه ومليانه ضغوط؟ حاسس ان انت كمان قلقان على اولادك ومش عارف ازاي تخليهم احسن منك؟ حاسس ان علاقتك بشريكه حياتك مليانه تحديات؟ حاسس ان انت في ضلمه ومش عارف تخرج للنور؟ كل ما تسهل الامور وكل ما تيسرها كل ما حياتك تبقى مليانه بالراحه والطمانينه وراحه البال. تعالوا مع بعض نعيش في برنامج ولا تعسروا، نعيش مع بعض عشان نطبق وصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا. ولا تعسروا مع الدكتور عمرو الورداني يوميا الثالثة والربع عصرا في رمضان على قناة مصر الأولى.
ولا استطيع ان اخفي انحيازي برضه للدكتور عمرو الورداني. الدكتور عمرو كمان صديق، مش بس عالم جليل بتشرف بيه، ومش بس عالم جليل بتشرف ان انا اشوف البرنامج بتاعه. وعجبني البرومو جدا بتاع الدكتور عمرو الورداني. اولا لو خدت بالك البرومو بيبدا بشكل منظر طبيعي مع عماره رائعه جدا، وبعد كده ياخدنا وتاملات ما بين العماره الاسلاميه من الداخل، وده الابداع البشري، الفكر البشري عندما يبدع في الخط وفي الموتيفات وفي الالوان وفي التراكيب المعماريه من جوه، زائد المحتوى الاصلي بتاع البرنامج. هنا بالمناسبه، وده جد مش هزار يعني، وليست اي مجامله ودون اي شهادات مجروحه، هنا لازم يوري لك ازاي الشركه عندنا، الشركه المتحده، خدت البرامج الروحيه لو حبيت تسميها كده، او البرامج الدينيه اذا برضو حبيت تسميها كده، بطريقه مختلفه. يعني البرنامج يتناول القضايا الفقهيه والقضايا المعاصره بشكل مختلف، بشكل مختلف في كل حاجه، بشكل مختلف في طريقه الكلام، بشكل مختلف في الزوايا اللي بيتم تناول منها القضايا، شكل مختلف حتى في تصوير البرنامج، شكل مختلف حتى في الزوايا بتاعة التصوير والحاجات اللي عايزينك تشوفها. فأنا عشان كده يهمني جدا أنكم تتابعوا البرامج دي، لأنه متابعتها فيها إفادة للروح وإفادة للعقل، وكمان فيها متعة للعين. هنشوف كمان مع بعض على المسلسلات. رمضان شهر المسلسلات جدا طبعا. مسار إجباري، المسلسل اللي أنا واحد من الناس بتراهن على نجاحه كل نجاح ممكن. المسلسل مسار إجباري زي ما حضراتكم أكيد طبعا عارفين، هو بطولة أحمد داش وعصام عمر، والاتنين في رأيي هم جبابرة من الجيل الجديد. يعني لا أكيد يعني الله صغر مني يجيب 25 سنة مثلا كويس، لكن كمان اتنين مليانين موهبة، واتنين طول الوقت عندهم حالة اجتهاد مستمر. يقف بقى جنبهم صابرين، ويقف جنبهم بسمة طبعا، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، عدد كبير جدا من النجوم من أجيال مختلفة، وهو سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية. المسلسل بالمناسبة 15 حلقة. الأحداث بقى طبعا أنا مش هقول لكم كل حاجة، بس عمر اللي هو عصام يعني نفسه طالع بدور عمر، هو طالب جامعي. يفاجأ عمر بأنه ليه أخ غير شقيق اللي هو أخوه بقى في المسلسل اسمه حسين، اللي هو أحمد داش. يكتشفوا الاكتشاف ده بعد وفاة والدهم. هذا الأمر بالتأكيد يؤدي إلى صدمة لدى عمر تحديدا، فيبدأ يشوف هيتعامل ويتعايش مع الواقع الجديد إزاي. طيب هل أخوه مصدوم؟ أكيد برضه أخوه مصدوم، هو مش عارف يعني، خلي بالك يعني أخوه هو كمان عنده صدمته، وهو مش عاجبه فكرة أنه ليه أخ، مش قادر يتصالح مع الفكرة. أو عايز أقولك المسلسل ده واقعي، لأن أنا شفت أسر كده، يعني مش بقى أن هم اكتشفوا أنه ليهم إخوات، لكن هم عارفين أن ليهم إخوات بس ما كانوش بيتعاملوا سوا، فيبدأوا يتصدموا في أن هم مضطرين يتعاملوا مع إخواتهم دول، وبعضهم يبدأ يتعامل بمنتهى الود والأريحية، والبعض يتعامل بمنتهى العدوانية. إيه اللي بيحصل؟ ده بقى اللي انت هتشوفه في المسلسل، اللي هيبقى مليان مفاجآت، هتقعد طول الوقت تفاجئك وتقلب لك الأحداث طول الوقت رأسا على عقب. لكن الأخين هنا بقى في الحالة لازم هيمشوا مع بعض في نفس المسار، وهنا هو المسار الإجباري، وده البرومو. أنا عمر البرنس، ودي وصيتي بكتبها لأني حاسس إن الموت قرب مني. فأنتوا الاتنين ولاد عمر البرنس. صباح العسل. شكلنا كده هنشيل ذنب أبوك لغاية ما نموت. أنا طول ما أنا معايا الحق ما أخافش. أنا عمري ما أخاف طول ما أخويا في ظهري. بس القضية دي مقفولة جنب مفتاح. على قد اللقطة اللي احنا فيها دي، بس أنا مبسوط إن بقى لي أخويا. طيب ده مسار إجباري، مش بقى مش هنقعد نكشف تفاصيل، بس ده مسار إجباري، وأنا أدعوكم جدا لمشاهدته على قناة الأولى. القناة الأولى دي يا جماعة هي قناة الأسرة المصرية، معروفة
كل قنواتنا الشقيقة حلوة وجميلة وتجنن، بس احنا رمضان دايما عندنا حاجة تانية بالفعل. يا كفاية اخي الاحساس بانك انت فاتح التلفزيون على القناة الاولى وقاعد بتتفرج على المسلسلات، وتخيل بقى مثلا يبقى معاك ولادك اللي بيتفرجوا على نفس القناة اللي انت كنت بتتفرج عليها زمان من 40 سنة وبنفس التألق يعني حاجة جميلة. طيب تعالوا نروح لمسلسل اخر، وهو مسلسل صدفة، واللي بتدور احداث المسلسل في اطار تقدر تسميه الكوميديا الاجتماعية، اثارة تشويق، صدفة مدرسة التاريخ اللي بتتعرض لصدفة ما في حياتها فتبدأ تغير مسار هذه الحياة أو مجرى هذه الحياة، فتجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة محلات صالونات شعر فؤاد مهران. تبدأ الأحداث بقى إيه الشيقة تحصل، ونبدأ بقى نشوف المشاهد اللي حضراتكم هتشوفوها. من ناحية تانية المسلسل مش كوميديا في المطلق، يعني مش كوميديا لغرض الكوميديا، احنا كنا بنتكلم في ايه، في انه ده مسلسل كوميديا اجتماعية، فبيتعرض لقصص حواديت قضايا المراهقين، طلاب المدارس الثانوية، المشكلات الاجتماعية اللي بيمر بيها الولاد في السن ده وعلاقاتهم بالمدرسين بتوعهم. طبعا صدفة هو بطولة ريهام حجاج، وانا عاجبني جدا بالمناسبة ريهام السنة دي، واضح جدا، انا مشفتش طبعا اكيد المسلسل زي حضراتكم، لكن من التيزرز اللي اتعملت او اللي بيسموها الايه تيزر اللي هو ايه الحاجات التشويقية اللي اتعملت والبرومو بتاعه اللي هو يعني اعلان المسلسل الترويج بتاعه، ريهام مقدمة نفسها السنة دي في رمضان بشكل مختلف تماما، وانا ارى انها تقدم نفسها بمنتهى الجرأة ريهام وهي بتعمل كوميديا اجتماعية، وده شيء لطيف، واضح جدا ان المسلسل فعلا يعني دمه خفيف، وده هيخليني ارجع لفيلم يوم ملوش لازمه، وده كان طبعا بطوله محمد هنيدي وريهام حجاج ومحمد ممدوح تايسون. ريهام قدمت نفسها في يوم ملوش لازمه كوميديا، صح تمام، ويمكن بعدت خطوتين عن الكوميديا او ثلاث خطوات، وعلى ما يبدو رجع لها تاني بشكل مختلف، وانا من الناس اللي عايزه تشوف المسلسل بالمناسبه، وسعيد جدا بانه ريهام قدم لنا نفسها المره دي بطريقه مختلفه بشكل مختلف، ان شاء الله هيبقى كويس. طبعا ده ثالث مره لريهام وصديقي العزيز جدا قوي خالص سامح عبد العزيز المخرج المبدع دائما، وكانوا قبل كده عملوا مع بعض يوتيرن لو تفتكروا في رمضان اللي فات، لكن اللي قبله بعد كده عملوا مسلسل جميلة رمضان اللي فات. التعاون الرابع مع صديقنا كلنا اللي الناس كلها بتحبه أيمن سلامة، وطبعا أيمن من أجمل كتاب السيناريو ومن أكتر الناس اللي بيقدروا يفهموا ريهام حجاج كويس، ولو تفتكر إنه هم بدأوا في مسلسل لما كنا صغيرين، بعد كده بقى كملوا يوتيرن جميلة والمرة دي صدفة وهكذا. بيشارك في هذه البطولة العبقري خالد الصاوي وست العبقريات مدام سلوى خطاب، حاجه سكره بصراحه، انا احبها قوي قوي ما كده، بحبها كده، بحس انها قريبه مننا كلنا، انها موجوده في البيوت، انها قادره على تجسيد اي شخصيه جدا. بين قوسين ثقيلين وحط الاف الخطوط العريضه تحت اسم الاستاذ رشدي الشامي. أستاذ رشدي الشامي اللي بياخدك ل، مش هقولك المدرسة طبعا ولا هقولك الأداء، لكن هياخدك للحالة بتاعة حد زي أستاذ زكي رستم، حد زي ستيفان روستي ده مثلا، حد زي عدلي كاسب، حد زي العبقري العظيم صلاح منصور. ليه إيه؟ أنا أقدر أقدم كل الشخصيات، كبير صغير، كوميدي شرير عادي مغلوب على أمره، موظف باشا فلاح عامل كل حاجة. أنا في رأيي ده الأستاذ رشدي الشامي باقتدار وامتياز، معاهم كمان ميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد بقى كبير جدا من الوجوه الشابة الجديدة، برضو عايزين نشوف البرومو ده هو اللي مخليني أوثق إن المسلسل ده هيبقى حلو، والله بكلمكم بأمانة، اتفرجوا على برومو وبرضه لسه هنرجع نكمل الكلام. حضرتك مين بقى؟ ايه حكاية اللي اسمها صدفة دي؟ اسود اسمك صدفة عجيبة؟ يا البنت المعتوهة دي وصلت لك؟ ايه هدفك في الحياة؟
ايه السؤال الصعب ده؟ بتشتغل مدرسة في مدرسة فرح. انا عمود فقري المدرسة. انا قلت لك ابعد عن الناس دي ولا لا؟ قرب من صدفة انا اللي هقف. بحبك. وانت كنت بتقول ايه؟ I found my love. الراجل ده انا مش هسيبه في حاله. ايه رايك تبقي بتضيع نفسك يا صدفة؟ هو انت بتهددين؟ انت عمرك ما رقصتي ولا ايه؟ انا عمري خذي الفاس. فقير يصون ولا غني يخون يا حبيبي. صراحة غريب جدا عاملاه ريا وحجاج ده، مضحك يعني. مجرد انك انت تشوف البرومو لازم تبتسم. بالمناسبة خالد الصاوي يا جماعة، ممكن تقولي ايه الرابط ما بين خالد الصاوي في كده رضا مثلا، وخالد الصاوي في الاختيار وهو عامل دور خيرت ما يتسماش، وخالد الصاوي مثلا انا بقول لك على حاجات كتير جدا يعني. مفيش اي روابط. الرابط الحقيقي هنا هو موهبة فزة اسمها خالد الصاوي. وخالد الصاوي موهبة فزة، وهو بيكتب وهو بيمثل وهو بيتناقش وهو كبني آدم، لأنه بني آدم أكتر من جميل كمان. وأظن ده برضو منعكس جدا على الشاشة. يعني الناس دايما يقول لك ايه فلان عنده قبول، اهو خالد الصاوي ده ربنا كاتب له من القبول اوسعه. على كل، مش عاوز اقعد اتكلم كتير في القصة دي، لانه انا خالد احنا اصحابه كل الناس عارفة ان احنا صاوي. لك عم انت جامل مين؟ خالد ده مذهل يا جماعة، مذهل ده بجد مش هزار يعني. وادعوكم كمان لمراجعة كتابات خالد الصاوي، لانه بيكتب حلو قوي قوي يعني. تعالوا بقى نروح احنا الفاصل، ارجع نقعد على الترابيزه الحلوه دي والكرسي ده، ولسه هنكمل الكلام. خليكم معانا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب، الاهتمام بالتجلي الاعظم ده، تجلي ربنا سبحانه وتعالى على جبل الطور في سيناء. حلو. طيب، لازم كلنا نسال نفسنا سؤال مهم، الا وهو هل رب العزه تجلى بنوره الإلهي على أي مكان، على أي مكان على سطح هذا الكوكب الكرة الأرضية غير في المكان ده؟ لا الإجابة واضحة يعني، ولا أحد يستطيع المجادلة في لا أحد يستطيع المجادلة. الديانات الثلاثة بتقول لم يتجلى رب العزة سوى في هذه البقعة. أدينك من الشعر بيت. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كان بيخاطب سيدنا موسى فقال له إيه يا موسى؟ اخلعنا عليك، خد بالك، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فأنت متخيل، صدق الله العظيم، فأنت متخيل إنه وادي بالكامل مقدس ويستوجب خلع النعل في أي الحذاء، كأنك داخل لمكان للعبادة، ده وادي مقدس اسمه طوى. ربنا سبحانه وتعالى أراد وشاء وقدر إن المكان ده يبقى اسمه طوى وإنه يبقى مقدس. فيأمر مين؟ يأمر نبيه سيدنا موسى بده. كنا نقعد نسأل طول عمرنا يا ترى هل ترى ليه زمان الدولة ليه ما بتهتمش بجبل التجلي؟ ليه ما بتهتمش بالمنطقة دي؟ احنا يدوب عندنا جبل سانت كاترين، والزيارات اللي بتتم ليه دير سانت كاترين وصعود الجبل والهبوط من الجبل، وده شيء كويس وجميل ورائع، لكن ليه ما نهتمش بهذا الوادي المقدس؟ وليه ما نهتمش بجبل التجلي وكل الحاجات الحلوة دي؟ يا جماعة ده احنا عندنا بقعة قد يحج إليها المليارات على مدار سنة، يعني الملايين كل عام ممكن يجوا يحجوا إلى هذا المكان. بالمناسبة الحج، كلمة الحج في اللغة مش معناها إنه يا بقى يعني حاشا لله إن احنا نستبدل الكعبة مثلا، لا 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 خالص، مفيش كلام من ده. لكن كلمة الحج أي أن تذهب إلى مكان وهذا المكان يكون مقدسا، فتبدأ أنت بقى إيه بتستلهم الأنوار الإلهية، بتبقى في حالة روحية جميلة وجيدة ورائعة وحالة سمو أخلاقي وروحي وديني وما إلى ذلك. عدت سنين ما تفهمش كانت إهمال ولا كانت جهل ولا كانت إيه، الله أعلم. لكن نلاقي إنه حصل اهتمام حقيقي بالفكرة، من حيث الفكرة تقريبا من حوالي 10-11 سنة.
وبعدين نبدأ نشتغل عليها علشان خاطر يبقى في عندنا مشروع كبير وعظيم اسمه مشروع التجلي الأعظم. ده مشروع عظيم. دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي بالتأكيد نهنيه نقوله كل سنة هو طيب، بيتفقد مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، وده بتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه إنه يتم الاهتمام بجميع التفاصيل الخاصة بهذا المشروع. والله أنا بقعد أفكر بجد ودون أي مبالغة، أولا يعني أنا عايز أقول لفخامة الرئيس كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم، وربنا يعيده عليك وعلى كل العيلة وكل العائلة المصرية، كل مصر وكل الشعوب العربية بخير ويمن وسعادة. وعايز أقول لفخامتك برضو ربنا يخليك لينا ولهذه الأمة العربية، لأن مواقف سيادتك كانت مواقف عظيمة ومشرفة إلى أبعد الحدود على كل الأصعدة، سواء إذا كان الصعيد السياسي أو كمان على الصعيد الاقتصادي والمالي، الصعيد المحلي أو على الصعيد القومي العربي وعلى الصعيد الإفريقي. وإنه لا يمكن أبدا التاريخ هينسى الموقف المصري من خلال فخامة حضرتك أو من خلال فخامتك بخصوص القضية الفلسطينية أو قضية الصراع العربي الصهيوني. فتاني كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم، ونتمنى أن تشرفنا بصوت فخامتك مرة تانية. يا سلام لو في رمضان يبقى العيد عيدين. وكل سنة وسيادتك طيب يا فندم. طيب خليني بقى هنا أخدكم على هذا المشروع، مشروع التجلي الأعظم، وأنه رئيس الوزراء بنفسه بيتفقد هذا المشروع ويتابع تفاصيله. معنا على التليفون دكتور مجدي شاكر كبير مفتشي الآثار بوزارة السياحة، أهلا بيك يا دكتور. كل التحية أستاذ يوسف، تحية لحضرتك وكل مشاهدينك، وكل سنة وحضرتك طيب وكل الأمة المصرية والإسلامية بخير. ربنا يخليك يا دكتور، وصوتك منورنا والله. الله يبارك في حضرتك، يعني حضرتك مقدمة أكتر من رائعة. لا العفو يا فندم، العفو. وحضرتك هو الموضوع مش بعيد جدا يوسف، في حضرتك الدولة المصرية من بعد يعني من 2014 بدأت توضع هذا الجزء العزيز من أرض مصر، للأسف أهمل طويلا. موضوع اللي بنتكلم عليه النهاردة مشروع التجلي يأتي في إطار عدة مشروعات الدولة بتنفذها لربط هذا الجزء الهام بأرض مصر، شبكة الأنفاق اللي الدولة عملتها. احنا فضلنا لفترات طويلة يوسف فيه ما عندناش غير نفق واحد فقط، وكان للأسف بنقعد فيه ساعات عشان نوصل لهذه المنطقة. دلوقتي بقى عندنا عدة أنفاق، عندنا دلوقتي شبكة قطارات إن شاء الله تصل قريبا، استصلاح أراضي، تعدين مجمعة، وبالتالي احنا عندنا يعني ربط مهم جدا جدا لأهم جزء في أرض مصر. فأنا شايف إن هذا المشروع بيأتي في إطار إعمار هذا الجزء ورد، يعني زيارة السيد رئيس الوزراء النهاردة لهذا المشروع أنا بعتبره بيبعت أكتر من رسالة. إحنا عندنا مشروع اسمه المشروع المتكامل، وهو مشروع الأجيال القادمة. يعني بقول لحضرتك هذا الجزء اللي كان للأسف مهابي، يعني الناس بتروحه لمدة ليلة واحدة فقط إذا قدرت تروح، لأن كان الوصول له صعب وما كانش مرتبط والمطار كان صغير جدا. إنما إحنا قدام مشروع متكامل، بقول لحضرتك هذا المشروع خلال 20 سنة سيحول هذه المدينة لمدينة هامة وكتلة سكنية مهمة. السيد رئيس الوزراء النهاردة بعت عدة رسائل إن إحنا بنبني أو بنبني، مش مجرد بنهتم فقط بالدير، لكن إحنا بنعمل مشروع بنهتم فيه بالناحية الأثرية، بالناحية الحضرية، بالناحية البيئية، بالناحية الاستشفائية. فإحنا عندنا مشروع زي ما بيقولوا كده وحضرتك دارس اقتصاد، هو مشروع رابح جدا ومشروع سموه صفقة، يعني صفقة رابحة. ويمكن الدليل على ذلك السيد رئيس الوزراء تاني هاخد من كلامه إن عندنا شركة ألمانية، قال إن الشركة الألمانية، وعارف حضرتك أكيد سافرت وعارف أو عارف الألمان ما بياخدوش مشاريع فاشلة، وبالتالي إن الشركة الألمانية تاخد حق رعاية والانتفاع لهذا المشروع. والسيد رئيس الوزراء ذكر إن هناك عدة شركات قادمة، فما دي معناها، لكن أنا بركز على الألمان لأن الألمان يعني العقلية الألمانية عقلية بتفكر، هي عقلية اقتصادية تماما، فإن هي تاخد حق انتفاع لهذا المشروع هي رسالة مهمة. السيد رئيس الوزراء قال إن احنا نعمل حوالي 750 وحدة، وده مهم جدا لأن الناس دام هتبقى في وحدات فناس هتيجي تشتغل، الناس اللي هتشتغل هتبقى هتجيب اولادها، لما تجيب اولادها يبقى عندنا الاولاد عايزين مدارس، عايزين جامعات، خلال 20 سنه يبقى عندي جيل جديد موجود في هذا المكان عايش كويس جدا، لان اعرف حضرتك الناس اللي بتشتغل في السياحه الداخله عندها بيبقى كويس جدا. صدر الوزراء قال معلومه مهمه جدا، قال ان الناس اللي موجودين اهل المنطقه
هيعاد تطوير المكان بما يتناسب مع البيئه، وهما جزء اساسي وشريك صح. في هذا المكان في العمل، وبالتالي دي برضو رساله مهمه. ما فيش اي ملحوظه سابها حتى كلمه التامين، مش هتبقى بطريقه عاديه ولكن هتبقى عن طريق كاميرات حراريه بحيث ان اي حد يعدي مش مجرد الشخص اللي واقف، لا ده احنا حتى التامين روح هذا الموضوع، هيبقى عندنا مطار كله هيبقى في رحله من القاهره لسيناء والعكس، هيبقى عندنا كمان حاجه مهمه جدا مطارات دوليه هتجيلنا من اليونان كل اسبوع، وبالتالي زي بيقولوا كل مشروع وكل شيء معمول حسابه. هيبقى عندنا ربط كمان بالمدن الترفيهيه زي شرم الشيخ والغردقه ونويبع وهذه الاماكن، هيبقى عندنا كمان طريق بري، يعني هيستطيع اي واحد هيبقى عنده سياحه ترفيهيه او شاطئيه هيستطيع انه يزور هذا المكان. وبالتالي شايف في نظر المشروع مهم جدا، وياتي في اطار محافظ انا بعتبره من انشط المحافظين، السيد خالد فوده، هذا الرجل اللي خد شخصيه يعني شخصيه في بورصه برلين السنه دي، خد الشخصيه الاولى، ومدينه شرم الشيخ خدت المدينه الاولى او المدينه الاولى في افريقيا ويمكن الرابعه على مستوى العالم. فاحنا في مشروع انا بعتبره من اهم المشاريع التي كانت مصر او اللي مصر بتنفذها، واذا كان المتحف المصري هو اهم مشروع ثقافي حضاري، فاحنا عندنا مشروع التجلي هو اهم مشروع على مستوى العالم، لان احنا عندنا مشروع بيئي مهم جدا. وبدعو من خلال برنامج حضرتك يوسف بيه، اتمنى ان علماء الجيولوجيا وعلماء الفلك وكل العلماء يحددوا لنا هل ما نقدرش نحدد يوم التجلي كان امتى، وبالتالي يبقى عندنا عيد زي ما كده عيد الاضحى او عيد الحج عندنا، وعيد في مكه مرتبط بعيد الاضحى، وعيد الميلاد السيد المسيح او الحج في القدس مرتبط بعيد السيد المسيح. فاتمنى ان العلماء يوصلوا لنا لطريقه او لتحديد يوم محدد يبقى عندنا عيد اسمه عيد التجلي الاعظم، ياتي اليه الحجاج زي ما حضرتك اشرت من كل انحاء العالم، ويبقى يوم معروف ومحدد ياتي حرمين كل امانيهم ويخلعون عليهم في الوادي المقدس سوا، ويبقى عندنا عيد اسمه عيد التجلي الاعظم. طيب اللي انا شايف ان هو مشروع مهم جدا. الكلام ده بقى بيستدعي سؤال كمان يا دكتور مجدي، الا وهو انه حتى ولو لم يتم تحديد اليوم بمنتهى الدقة، في النهاية المكان في حد ذاته هو أظن أنه ده جاذب للسياحة الدينية أو السياحة الروحية بتاعة الأديان التلاتة، يهودي مسيحي مسلم، هذا المكان تجلى فيه ربنا سبحانه وتعالى، فما فيش حد مش هيجي. أنا مؤدي يعني مؤدي يوسف قوي فكرة السياحة الروحية، لأن السياحة الروحية يعني هي سياحه الرقي، ويعني انا شايف ان هذا المكان اي حد هيجي له حتى لو ما عندوش مش معتنق دين، هو لو عنده حتى اي طاقه سلبيه هو مكان استشفائي، هو مكان في حد ذاته الوجود فيه كفايه ما يسمى بوادي الراحه، ووادي الراحه الاسم ذا في حد ذاته هو اسم موحي جدا جدا. وهذا المشروع هو حلم للرئيس السادات رحمه الله عليه من 40 سنه، هذا الرجل اللي كان بني استراحة في هذا المكان وكان بياخد القرارات المهمة جدا في هذا المكان، وعارف حضرتك زي بيقولوا دايما الراجل ده سبق عصره، يعني زعيم ملهم جدا، كان عاوز يعمل هناك مجمع الأديان الشهيرة. طب دكتور مجدي يعني مثلا أنا شفت قلعة في أسبانيا، هذه القلعة بيجي لها ملايين بدون مبالغة ملايين الزوار كل سنة لسبب واحد بس، إنه يقال، خد بالك منها يقال، مفيش تأكيد، يقال أن الكأس المقدسة اللي كانت موجودة في العشاء الأخير مع سيدنا عيسى عليه السلام في وقت من الأوقات كانت موجودة في هذه القلعة، يقال، تخيل على كلمة يقال، يأتي إليها ملايين كل سنة لزيارة المكان الذي ربما احوى أو حافظ على الكأس المقدسة، فما بالك بتجلي رب العزة. يعني هو يمكن كمان الشيء بالشيء يذكر، وكنيسة سجرادة اللي هي موجودة هناك اللي لم تكتمل وبالرغم من ذلك يأتي إليها ملايين السياح، هي فن فكرة الماركتينج، ويمكن وجود الشركة الألمانية وأخذانها حق انتفاع هذا المشروع. أنا بؤكد لحضرتك إن الشركة دي يعني إحنا مشكلتنا في الماركتينج شوية، ولكن وجود هذه الشركة أنا بعتقد إن تعمل سوق جيد، كل الناس عارفة هذا المكان وحافظاه يوسف فيه، إحنا مشكلتنا في إعادة الصياغة، لأن كانت الوصول لهذا المكان كان صعب والخدمات كانت صعبة، لكن حضرتك دلوقتي وفرت ما يحتاجه، وفرت نزل بيئي، وده عاجبني جدا الفكرة إن حضرتك عملت فنادق بيئية وعملت فيلل، الفيلل كمان هتبقى بيئية، مش هتبقى أكتر من دور واحد فقط وروف، عملت متحف،
عملت خدمات للسواح لان السياح كان بيفتقدوا هذه الخدمات، فانت عملت مقدمات، عملت كمان مسرح، عملت كمان اماكن للتامل فوق الجبال زي جبل موسى وسانت كاترين وجبل المناجاه، فانت عملت اكتر من وسيله بحيث السائح ما يروحش مجرد يزور هذا الدير يوم ويمشي، فحضرتك عملت اصلاحات في داخل الدير وعملت كمان استقبالات في داخل الدير، وبالتالي بقى عند حضرتك مدينه متكامله، ودخلنا كمان حتى الناس كمان البازارات اللي تبقى موجوده مش هتبيع توت عنخ امون والحاجات دي، لا ده بيع ما الحاجات الاعشاب، الحاجات اللي تشتهر بها هذا المكان، لان احنا جنبنا كمان منطقه محميه طبيعيه او محميه بيئيه، فانت السائح مش مجرد هيزور فقط الدير الاثري ولكن هيزور الدير الاثري وهيستمتع كمان بالجبال السياحه البيئيه طبعا محميه، اه بيستمتع بالمحميه. وارجو ان احنا يكون عندنا مستشفى استشفائي، لان عارف حضرتك هذا المكان كمان يعني لو عملنا فيه مستشفى يعالج بالاعشاب او اطباء يعالجوا في هذا المكان اعتقد ان هو هيبقى جاذب جدا جدا، بحيث ان احنا عندنا كان من الاسبوع اللي فات كان السيد رئيس الوزراء كان حضر مؤتمر مهم جدا مع وزاره الصحه اللي هي السياحه العلاجيه، أرجو من السيد وزير الصحة أرجوك يا سيدي أن يكون في هذا المكان مستشفى ضخم جدا للسياحة العلاجية بشقيها الاستشفائي والعلاجي والصحي، بحيث أن كل اللي زعلك عنده أمراض نفسية أو صحية أو علاجية يأتي لهذا المكان، لأن ما فيش أفضل من مكان أفضل منه سواء من ناحية يعني الشكل أو الجو أو كل الوسائل اللي تؤثر في هذا المكان، وبالتالي احنا قدام مشروع في حاله اكتماله ان شاء الله، والسيد رئيس الوزراء وعد ان هو نهايه السنه دي هيكون افتتاحه، مع افتتاح المتحف المصري الكبير هيعتقد او بعد يعني هيكون عندنا اهم منشاتين سياحيتين على مستوى العالم، وزي ما قال السيد رئيس الوزراء هيجي لنا 1.5 مليون سائح لهذا المكان، فدي يعني جاي جدا وهتخلق مجتمع عمراني، يمكن اجمل حاجه في هذا المشروع ان يبقى عندي مجتمع عمراني ثابت عايش كويس في هذا المكان، خلال 20 سنه يبقى عندي جيل جديد يعني اولاد وبنات متعلمين وقاعدين وعايشين في هذا المكان. طبعا هو خلاص بيتحول لمنطقه جذب متكامله. انا بشكرك جدا دكتور مجدي شاكر كبير مفتشي الاثار بوزارة السياحة. أنا من الناس اللي سعيدة جدا 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 بالمشروع ده، سعادة لا توصف الحقيقة، ده أنا بكلمك بجد يعني، لأن أنا من الناس اللي كنت مهتم بشكل شخصي بهذا الموضوع، بقعد أقرأ فيه وبقعد أفكر فيه طول الوقت وما إلى ذلك. ده يعني ده كان مجمل اهتمامي، ما عنديش أي حاجة أدلت فيها بدلوي أكتر من كده. طيب تعالى أخدك لحاجة بقى مهمة. اي حد بيبقى عاوز عياله تصوم في اي ديانه، يعني الصيام مفروض في كل الديانات اللي في الوجود، مش بس في اليهوديه والمسيحيه والاسلام، في كل الديانات اللي في الوجود. طيب تعال اخدك على صيامنا مثلا في رمضان، وبالمناسبه احنا بكره كلنا صايمين، كلنا المسيحيين والمسلمين في هذا الوطن الاثنين صايمين، المسلمين شهر رمضان والمسيحيين هيصوموا الصيام الكبير، فكل سنة وكلنا طيبين وإن شاء الله يعدي علينا أيام الصيام بمنتهى الخير وبالبركة بإذن الله. طيب هندرب العيال على الصيام، ده مهم، ما هو الصيام برضو ما هوش خط لزق كده، مش يلا أنت دلوقتي هتصوم، لا ده هو في أخطاء شائعة متعلقة لو صح التعبير بالتدريب على صيام شهر رمضان المبارك. يعني يقول لك ايه، خلي العيال تلعب وتتنطط علشان تنسى الصيام. يا نهار ابيض، لا يعني انت بتبوظ له معدلات السكر في الدم، يعني بتعمل كارثه. خلي بالك ده مش داخل له طاقه كافيه، يعني الطاقه اللي موجوده عنده تمكنه من اداء المهام اليوميه، مش بتمكنه من انه يقعد يهلك نفسه من صباحيه ربنا عشان ما ياخدش باله النصائح، يعني مفيش حاجه اسمها كده. يلعب رياضه وارد، بس مش لدرجه ان انا ايه اخده ابقى قاعد عمال بلففه في ساقيه يعني. طيب نام يا حبيبي علشان ما تحسش بالجوع وبالعطش. نام يا حبيبي عشان ما تحسش بالجوع والعطش، ايه ده بقى؟ طيب ممارسة التمارين الرياضية وقت الصيام، أنا من الناس اللي كنت أشوف إنه ده عادي، يعني ما يجراش حاجة لو هنلعب رياضة لمدة مثلا ساعة، وبعدين طلعوا بعد كده بيقولنا لأ ما ينفعش. هنا لازم نرجع فورا لمين؟ لأهل الاختصاص، يعني أهل العلم. معانا على التليفون الدكتور محمد عز، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة المنصورة. أهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك بالصحه والسلامه.
اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمد، يعني ما ينفعش العيال تلعب رياضه ولو ساعه كده في النهار؟ إيه والله، هو الطفل المفروض يلعب، بس هو في لعب وفي لعب. احنا طبعا ضد اللعب اللي هو العنيف، اللعب اللي بيبقى فيه اجهاد كتير، اللي بيبقى فيه عرق كتير، وخاصه اللي هو لعب تحت الشمس المباشره، كل الحاجات دي اللي بتعمل اجهاد شديد جدا للطفل. في معلومه بسيطه، ان جسم الطفل كميه الميه اللي فيه اكتر من كميه الميه الموجوده في الانسان البالغ، وبالتالي فقد الميه عنده اسرع، وبالتالي الطفل معرض لاجهاد شديد لو اتعرض لضغط شديد من الرياضه العنيفه. لذلك لا ينصح اطلاقا ان الطفل يتعرض لاي نوع من الاجهاد البدني القوي في خلال فتره الصيام. وطبعا زي ما حضرتك قلت ما يتعرضش للشمس بشكل مباشر تحت اي ظرف من الظروف. لا طبعا، يعني طبعا التعرض للشمس هيؤدي لعرق كتير، هيؤدي لفقد ميه وفقد املاح، وبالتالي بيبقى معرض اكتر ان يحصل حاجه لا قدر الله زي ضربه الشمس، ودي حاجه طبعا يعني مش كويسه خالص، في خاصه لو الطفل صايم. طيب مساله مثلا خش نام يا حبيبي واستريح عشان ما تحسش بالجوع والعطش. هو لازم نركز على نقطه مهمه، هو الطفل احنا عايزينه يصوم ليه؟ احنا عايزين الطفل يصوم على اساس ان هو يبدا يتربى نفسيا ويتربى اجتماعيا ويحس بمعنى التقوى ومعنى التعاطف ويحس بالناس الفقراء. ففي قيم ومبادئ لازم الطفل يبدا يتجهز ليها، ودوت التجهيز النفسي اللي احنا بنجهز الطفل قبليه. وبالتالي انت لو خليت الطفل ان هو ينام طول الوقت هو مش هيحس بمعنى الصيام اطلاقا، هو نام وصحى الفطار وفطر، فهو ما حسش بالمعنى المفروض ان هو يتدرب عليه اللي احنا حريصين ان هو يتربى عليها كقيم اجتماعيه وقيم دينيه وقيم نفسيه، فطبعا هيفقد المعنى تماما. فطبعا لا يستحب هذا الممارسه، اعتقد ان هي حاجه يعني مش كويسه خالص. لا طيب تعالوا العبوا، مش هقدر اقول بقى يلا بلاي ستيشن وخلاص، افتح له بلاي ستيشن خليه ايه يضيع فيها، يعني ايه عشان اليوم يجري. هي نفس المعنى، يعني هو الفكره حضرتك ان احنا لازم نقسم اليوم بتاع الطفل، وده هيبقى من الذكاء الشديد من الاهل. يعني احنا لازم اولا زي ما قلت لحضرتك ان هو احنا في معاني معينه ان احنا نبدا نجهزه نفسيا، ان احنا داخلين على شهر فضيل، ودي نعمه كبيره من ربنا ان وصلنا لهذا الشهر، وهو فرصه ان احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي خلال هذه الفتره لازم ان احنا نقسم جهودنا، يعني اذا كان مثلا وقت دراسه فهو في وقت للمذاكره، وبعد كده في وقت للعب اللي اتفقنا الالعاب البسيطه الهاديه، وفي بعض النشاطات اللي هي ممكن تكون على شكل تواصل اجتماعي، على شكل الاتصال بالاهل، على شكل صله الرحم، على شكل ان هو يشارك الام او الاب في الاعداد ان هي مثلا هتخرج تشتري حاجه يخرج يساعدها، ان هو مثلا لو بنت تقدر تساعد والدتها في المطبخ. انا قصدي ان هي نقدر نرجع تاني للحياه الاجتماعيه الجميله اللي احنا اصبحنا مفتقدينها. فرمضان هيبقى فرصه قويه جدا ان احنا نقوي هذه الصلات ونزرع الصفات الطيبه في الاطفال. فقدرة ان هو يضيع وقت في البلاي ستيشن او كده، لا طبعا فقدنا المعنى اطلاقا. يعني مش قادر افهم بلاي ستيشن ايه اللي فرق، يعني بلاي ستيشن مش حرام يعني، بس في حاجه يعني مثلا لا مش حرام. مش حرام طبعا، بس يعني شيء غريب. يعني انا اتذكر جيدا جدا وأدين بالفضل في ذلك لأمي دايما، أمي كانت في رمضان تجيب لنا مثلا قصص الأنبياء، القصص القرآني، علماء الإسلام، حاجات كده يعني اللي هو إيه، اقعدوا سلوا نفسكم، أحيانا تانية يلا بينا نعمل زينة رمضان، كلام من ده. يعني هي فرصة جميلة جدا صراحة، يعني زي ما حضرتك عارف إحنا الحياة بقت سريعة والإيقاع سريع، فرمضان فرصه فعلا ان احنا الاسره تجتمع، يعني ممكن فعلا الاسره طول السنه ما بيقعدوش مع بعض على غدا او فطار او عشاء، انما دوت يعني خلاص هو الامر هيقتضي ان هم يقعدوا على الفطار مع بعض، ففرصه ان هم يبداوا يشوفوا بعض ويبداوا يتكلموا مع بعض ويبداوا يحكوا مع بعض، ففرصه ان نعيد الرابط الاجتماعي اللي احنا بدانا نفتقده بشكل كبير جدا في حياتنا، ودوت بيساعد كتير جدا الاطفال يطلعوا نفسيا اسوياء. يعني الاطفال دلوقتي لما احنا نسيبهم بلاي ستيشن والنت والانترنت والالعاب والحاجات دي كلها، هم بيستقوا ثقافتهم من هذه المجال، انما مفيش مجال للقاء المباشر مع الاهل. لذلك انا اعتقد ان هو فرصه كويسه جدا ان احنا نبدا نلتقي تاني ونبدا نجتمع مع بعض،
ونقوي الصلات الاجتماعية والنفسية عند الأطفال يعني، وربنا يتقبل مننا جميعا هذه العبادة إن شاء الله. يا رب يا دكتور، وسعيد جدا بسماع صوت حضرتك. رمضان كريم عليك وعلى العائلة الكريمة وعلى كل الدنيا يا رب. كل الشكر دكتور محمد عز، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة المنصورة. بالمناسبة لا تظن عزيزي المشاهد أن أنا كنت طفل مثالي، يعني هو كل القصة يمكن كانت بقى أسرتي هي اللي أسرة مثالية، لكن أنا لا، أنا كنت عايل منتهى الشقاوة، كنت بعمل عمايل غريبة جدا في رمضان، بس بعد الفطار بقى إيه العمارة كلها يعني كانوا غالبا طالبين راسي ده من ناحية والله، وبالذات عم عويس حارس العقار طلعت عينه الله يرحمه يا رب والله ويغفر له، يعني استحملني جامد ده عم عويس، تعبته جدا معايا. وبرده كنت عيل طبعا، انا بحب الاكل جدا، فطبعا انا كنت ابقى عايز اقف في المطبخ، فكنت بطرد من المطبخ في الساعه الواحده 200 مره، وفي نفس الوقت امي كانت يعني بصرف نظر اعمل لها هوسه في المطبخ، طائرة داخل خارج داخل خارج، انا كل القصه ان انا عايز اشم ريحه الاكل تصبرني، فما بقى يوسف مش عايز هوسه حواليا اطلع بره، ممكن بقى مثلا كنت تحاول تحتويني يوسف لو بتعمل رز بلبن تقول لي قلبه حاجات كده يعني، فاللي هو ايه هتلهيني بقى اقعد بقى حاله دوامه مستمره شغال، بعد شويه لان نفسي زهقت فهي كده زهقتني، فانا اروح طالع بقى اعمل اي شيء تاني ممكن يبقى مفيد، ممكن انا بكون بحضر لشيء تاني غير مفيد امارسه بعد الفطار، بس مش عايز كنت اعمله حاجه غير مفيده من اللي انا كنت بعملها، لان انا بعد ما كبرت بدات احذر الناس من الحاجات اللي زي كده، واتمنى انكم ما تعملوهاش على الاطلاق. ارجوكم احرصوا على العادات الرمضانيه بتاعتنا في مصر لو سمحتوا، الاباء والامهات جزء من اللخبطه الاجتماعيه اللي بتحصل والتي ادت الى، احنا جايين بقى بعد شويه على الصيف، الساحل الشرير والساحل الطيب وشويه الكلام الفارغ والهبل اللي بيتعمل احيانا كتير جدا في الصيف، واللي خلانا عندنا عيال بتفقد هويتها يوما بعد يوم وصيفا بعد صيف، وذهابا الى الفنجره والمنظره الكدابه بتاعه الصيف، هو ان احنا ما بنمارسش عاداتنا المصريه كل يوم. العادات المصرية التقليدية بتاعتنا مش بلدي ولا حاجة يا مدام، والله العظيم العادات دي مش بلدي ولا حاجة، العادات دي عادات حلوة، وكل شعوب العالم وكلما ارتقينا وتحضرنا كلما زاد التمسك بالعادات الوطنية بتاعتنا، العادات الأصلية بتاعتنا. الفانوس اللي على هيئة حاجة غريبة ما تجيبهوش لابنك، لأنه ده فانوس دمه تقيل، خديه من ايده وانزلوا وروحوا تحت الربع واشتروا فانوس بجد، لو تحت الربع بعيد دوري على الراجل اللي بيبيع الفوانيس المصري النحاس والقصدير دي جميله، فانوس الصفيح ده جميل حلو بتتجلى فيه موهبه وابداع الصانع، ما تشتروش الفوانيس البلاستيك والفوانيس اللي مش عارف بنجيبها منين وفانوس على يعني ايه فانوس باتمان؟ يعني ايه علاقه باتمان برمضان؟ اصل انا ابني بيحبه، بيحب مين؟ خالد بيحب ايه؟ خالد بيحب باتمان، ان شاء الله عنه محبه، هاتيله فانوس بجد من اللي انت كنت بتلعبي بيه وانت صغير، ما كنتش بلعب بالفانوس ده، لا خلي الواد يلعب بالفانوس المصري الحقيقي ده بجد مش هزار، خدوا العيال وخليهم ينزلوا معاكوا يشتروا حاجه رمضان، خدوا العيال وحاولوا تزوروهم الاماكن المصريه العاديه الطبيعيه جدا في رمضان، خلوا العيال تعمل زينة رمضان بإيديها، شجعوهم إن هم يشتغلوا بإيديهم ويعملوا حاجات. في يوم من الأيام يمكن العيال دي تبقى صناع وأصحاب مصانع كبيرة ويبقوا أغنياء جدا، وارد يعني. عودوا يشتغل بإيديه، عودوا يبدع، عودوا يفكر، عودوا يهتم. عودوا يحب عاداته الأصلية، ما ينظرش إليها بتعالي الجهلاء، لأنه ده تعالي الجهلاء، بل هو الجهل بحد ذاته. ده بجد مش هزار. أخدكم هنا ونروح على تقرير من التقارير اللي أنا أحبها جدا. حرص وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية على تقديم الدعم لأهالينا في المناطق الحضرية الجديدة. والوزارة دايما، وزارة الداخلية دايما بتقوم بهذا النوع من النشاط وهذا النوع من الدعم وهذا النوع من التكاتف والتآلف. وبشوفه إنه إذابة الفوارق
طول الوقت ما بين الناس وبعضها، فبيتم توزيع مساعدات عينية على أهالينا في المناطق دي مثلا، وده على مستوى الجمهورية بمناسبة حلول الشهر المبارك. ممكن لو سمحتوا نشوف التقرير ده، وهنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. استمرارا لما تقدمه وزارة الداخلية من دعم لأهالي المناطق الحضارية الجديدة، وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وجهت الوزارة مأموريات إلى قاطني هذه المناطق على مستوى الجمهورية لتوزيع عبوات غذائية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، حيث شارك في هذه المأموريات طلائع مبادرة جيل جديد التي أطلقتها وزارة الداخلية للارتقاء بثقافة هؤلاء الطلائع وترسيخ قيم الانتماء الوطني لديهم، وهو من عكس على حرصهم على المشاركة في هذه المبادرة الاجتماعية. المبادرة بتجيلنا على طول بشكل مستمر وبيهتموا بينا خالص، ونشكر السيد الرئيس على اهتمامه بينا. ربنا يقويك يا راس وتفضل معانا كده وحمينا ويسترها معاك يا رب. أنا بشكر مبادرة كلنا واحد عشان دايما فاكرانا، وبشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر. ألف ألف شكر لوزارة الداخلية كلها، حميانا ومنورانا ومعانا في كل لحظة. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت، رجالة ولاد رجالة ايد تحمي وايد شغالة، مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوق. أنا بجد كنت مبسوطة جدا لأن دي كانت التجربة ليا الأولى إن أنا أوزع الحاجات دي بإيدي، وأنا بشوف الفرحة على أهلي وهم بيستلموا الكراتين من إيدي أنا والظباط، وانا بجد فخوره مبادره كلنا واحد جيل جديد. تحيا مصر. بنشكر وزاره الداخليه على الاهتمام، وبنشكر سياده الرئيس ان احنا جينا في مشروع معا حياه كريمه وحياه حلوه. انا النهارده كنت مبسوطه جدا ان انا كنت مع الضباط وبنفرق كراتين رمضان للاهالي. اشكر سياده الرئيس اللي هو افتكرنا في مناسبه زي كده. تاتي هذه المبادره من منطلق الدور الاجتماعي لوزاره الداخليه، والذي يحرص في احد محاوره على الاهتمام باهالي هذه المناطق التي انشاتها الدوله لتوفير حياه كريمه لهم، واستمرارا للدعم الذي تقدمه وزاره الداخليه لقاطني هذه المناطق على مدار العام. كل سنه وانتم طيبين، ونشكر وزاره الداخليه وسياده الرئيس طبعا، نشكره ان هو جاب لنا كرتونه رمضان، وكل سنه هو طيب ان شاء الله. جاء توزيع هذه العبوات التي تحتوي على سلع غذائيه متنوعه وسط إشادة كبيرة من قاطني المناطق الحضارية الجديدة باهتمام وزارة الداخلية بهم وبأبنائهم، خاصة مع مشاركة هؤلاء الطلائع في توزيع هذه العبوات، وهي نتاج مبادرة جيل جديد التي غيرت المفاهيم لديهم ورسخ قيم التكافل الاجتماعي. بشكر الرئيس على المبادرات اللي بيعملها لاهالي الاسمرات وانه بيهتم بيهم. احنا بجد مبسوطين ان احنا بنشارك وزاره الداخليه مبادره كلنا واحد في توزيع الكراتين على اهالينا هنا في حي الاسمرات. يعني حاسه بانبساط اكتر ان احنا كنا ماشيين مع الضباط وكده، بتحسسنا ان احنا كلنا واحد. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين. يتواصل الاهتمام الذي توليه وزاره الداخليه لاهالي المناطق الحضاريه الجديده عبر إطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية متنوعة تهدف إلى رفع الأعباء عنهم وغرس قيم التكافل والانتماء لديهم من منطلق الدور الوطني لوزارة الداخلية. بشكر الضباط إن هم جونا النهاردة في عماير بشائر الخير وفي مبادرة كلنا واحد، ومبسوطة إن الرئيس فاكرنا في المناسبات وفي شهر رمضان، وكل سنة هو طيب. مصر تملي بتفتح بابها. متشكرين جدا وكل سنة طيبين، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار مصر. كل سنة انتم طيبين دايما يا رب، وعليكم بخير رمضان كده يا رب. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. طبعا هم المصري. ازاي حضراتكم، عاملين ايه، كله تمام، كل سنه وانتم طيبين مره تانية بقى. انا كنت في المقدمه بحكي لكم او بنتكلم شويه على مسلسل مسار اجباري، وكنا بنتكلم انه من ضمن النجوم الكبار اللي في المسلسل صابرين، وصابرين بالمناسبه واحده من اهم 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 نجمات مصر، وهقول لك ليه بمنطق واضح. صابرين من النجمات اللي اتولدوا نجوم،
يعني عارف اللي هي عندها مقومات النجوميه طول الوقت. صابرين من بداياتها المبكره جدا، اظن كلنا يمكن شفنا اللقاء بتاع صابرين وهي طفله وهي بتغني لورده الله يرحمها واطير وافرفر في الفضاء مثلا يعني. فده بيعكس لك اولا طبعا بالتاكيد باراء الطفله، بس بيعكس لك موهبه. قالت افرفر، لا انت شفتش كده اللقاء ده بقى عطيه، افرفر بدل واطير وارفرف في الفضاء، فقالت واطير وافرفر في الفضاء. كان لقاء مشهور جدا يعني. ثم تشوف صابرين بتركيبة ما هياش كتير بالمناسبة في السينما المصرية، ان يبقى في عندك نجمة بتمثل وبتعمل استعراض وبتغني كويس جدا وخفيفة الدم وتحس انها بنت نفس البيت اللي احنا متربيين فيه وهكذا، وتكمل صابرين بشكل متدرج وعميق الحقيقة في النضج. يعني هقول لك على حاجة، لازم تشوف الماء والخضرة والوجه الحسن، واحدة من روائع يسري نصر الله صديقي العزيز، وتشوف شخصية صابرين في الفيلم ده. صابرين البنوتة الحبوبة الجميلة كل حاجة تمام، أو الست الجميلة اللطيفة الظريفة، وتشوفها في الفيلم ده الشرير بطريقة السهل الممتنع، اللي هو الشرير الذي لا تستطيع أن تكرهه. إزاي بتعمل كده؟ والله العظيم ما أعرف. فأنا متوقع بطبيعة الحال أنه صابرين هتتحفنا السنة دي، وبالمناسبة أن الناس المقتنعة أنه لازم في رمضان يكون في صابرين، ليه ما أعرفش، بس أنا كده يعني، أو الجيل بتاعنا كده يعني. خليني أرحب جدا قوي خالص وبشدة بالمتألقة دائما صابرين، منورة. ربنا يخليك. ايه التقديمه الفظيعه دي والمقدمه الجامده دي جدا يا يوسف، ميرسي قوي والله بجد. بص صوتك ممتلئ بالبهجه والابتسام ازاي، يعني طول الوقت حاله بهجه. رمضان كريم عليك وعلى كل مشاهدينك وعلى كل البرنامج وعلى كل كرو العمل، ويا رب كده مبدع ومتألق دايما يا يوسف. يا رب يخليك يا رب، تعيشي وتسلمي. انا عندي سؤال، عشان كنت لسه عمال بتجادل مع عطيه، قلت له يا سيدي وهي صغيره قالت واطير وارفرف وافرفر في الفضاء، قال لي لا ارفرف. قلت له قالت افرفر والله، مش كده؟ صح، قلت افرفر في الفضاء، كنت صغيره ده طبيعي جدا يعني. وطلعت تلقائيه كده وبقت فيه يعني، الناس كلها بتقعد تضحك عليه، بس والنبي اسمع عشان بتكسف قوي من الفيديو ده، لان بحس ان انا في كده ليه يعني، ما كلنا كنا كده يعني، كلنا كنا بنلخبط في الكلام عادي يعني، ما يجراش حاجه. قبل ما هروح على مسار اجباري، اللي انا عارف انك مش هتفتشي لي السر يعني زي ما بيتقال. ايوه ده انا متاكد منه، وانا لا اريد ان احنا نفتش السر عشان نفضل نتابع المسلسل. اكتر علينا الله يخليك يعني، عشان خاطر الدنيا تبقى لذيذه. بس سؤال، الشخصيه اللي طالعه طيبه ولا قويه؟ بس هي قويه بتتكسر. طيب ده دور صعب جدا. دور صعب. كنت لسه بتكلم على الماء والخضره والوجه الحسن، قلت ما ينفعش طبعا. كنا نتصور ان صابرين تطلع شريره كده، بس طلعت شريره. وشريره بطريقه يعني بطريقه وطريقه ما تخليكش تعرف تكره الشخص خالص. اصل الشغل مع كمان الاستاذ يسري نصر الله حاجه ممتعه بشكل غير عادي بصراحه يعني. كل الزملاء اللي كانوا موجودين في العمل يعني، منى وليلى وباسم وفراج، وكله كانوا جمال يعني، جدا 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 قوي خالص. طيب ايه اللي يخلي الشخصيه القويه تتكسر؟ الزمن. مش هديك الاجابه يا يوسف اللي بتجري عليها. الزمن. طب هقول لك على حاجه ينفع تديني عليها اجوبه. احنا من زمان او انا من الناس التي تفتقد صابرين لما تمثل وتغني. ليه؟ انا كمان افتقدتها على فكره. طب وليه ما نعملش كده؟ لاني مش بتعمل كده دلوقتي كتير للاسف. ويمكن اللي خلاني ابقى فرحانه قوي بالعمل مع الشباب زي احمد داش وعصام عمر لما هنتفرج لهم في مسار اجباري، اني انا عندي روح يعني اللعب، الطفوله. أيوه. يعني بحب العب بجد. صح. يعني انا المهنه بالنسبه لي بحب العبها مش امثلها. حلو. يعني بجد يعني احب انزل استمتع، انزل اعمل شخصيه زي ما عملت شخصيات بعيده تماما عني. صح. يعني زي زينب الغزالي مثلا. أيوة. زي افراح القبه مثلا، حليمه، زي الحاجات دي بعيده تماما عني، بحب انزل اعملها. لكن بالنسبه للغنى وكده
هات لي اخويا نص حلو وفي غنى وفي حاجات كده، وانا بكره الصبح تلاقيني فيه على طول. ايوه اصل كل البهجه اللي واضح، شوفي شوفي صوتك مبتهج بيضحك طول الوقت. يعني انا هقول لك على حاجه، وانا عايز الناس، وانا عارف ان انت كمان عايزه كده، ما تحطش مقارنات. الست هدى سلطان الله يرحمها يا رب، وهي بتمثل وتغني لنا توت توت مع العظيم استاذ عبد المنعم مدبولي. طبعا طبعا. فيعني ينفع دايما النصوص حتى في منتهى الدراما تنفع. والله تنفع جدا، ودايما بطالب بكده واقول احنا مش كتير يا جماعه، يعني احنا النماذج بتاعتنا صح. مش كتير، فحاولوا تعملوا كده، تدمجوا بس فين وفين، يعني مين يسمع مين يعمل. الموضوع بيبقى زي ما يكون رمضان جه فجاه، انت عارف انت الموضوع ده اللي هو رمضان جه فجاه يلا بسرعه. وبيني وبينك برضو ما بنلحقش ان انت السيزون ده عامل ازاي، احنا محتاجين ايه. ممكن بس هقولك على حاجه، اوعدك ان اوف سيزون ممكن اعمل حاجه والله. والله يعني انا نفسي اعمل بجد ده قوي، يعني لانه بجد حاجه جميله قوي. يعني مثلا لو تفتكر لما عملت فرفشه صح. بتاع كاك كاك انا الفرخه واحنا الكتاكيت وكده، قد ايه قد ايه ده. انا بحب العب مع الاطفال قوي في المنطقه دي، والمنطقه دي مفتقدينها قوي، والمنطقه دي الاطفال مقموصين مننا قوي. فحقيقي انا بأناشد ان لازم نعمل حاجات فيها اولا بهجه وسعاده، واطفال بتلعب وبتغني وبترقص، لان هم دول ما ذنبهمش حاجه. يعني احنا دلوقتي بقينا في زمن سريع جدا، تكنولوجي وحاجات كتير قوي، لكن في الاخر خالص المشاعر التربويه الحلوه اللي احنا تربينا عليها لازم برضو تبقى متواجده. يعني عارفه يا ام، انا بفكر معاكي بصوت عالي صدقيني، انه انت من النجمات اللي بيقدروا يقفوا قدام كاميرا السينما وكاميرا الفيديو بتاعت التلفزيون وعلى خشبة المسرح. الحمد لله ما شاء الله. يعني وانا شايف ان احنا بدأنا نتحرك ناحية المسرح اللي فيه مزيكا والميوزيكلز طبعا، فبدأنا نرجع تاني. فعايز اشوفك على المسرح، وعايز اشوفك في السينما طبعا، وعايز اشوفك صابرين اللي بتغني واللي بتتكلم واللي بتمثل واللي بتبكي احيانا وتفرح احيانا وتشر احيانا وهكذا. اقول لك على حاجه يوسف دلوقتي، قولي لي. اقول لك على حاجه دلوقتي، ارجوك. فتحت نفسي. طب كويس والله، يبقى انا عملت حاجه عدله كويس. انت طول عمرك بتعمل حاجه. الله يخليكي الله يخليكي الله يخليكي. كل سنه وانت طيبه، كل سنه ورمضان وانت كريم. ودعواتك لينا بقى ان شاء الله مسار اجباري يكسر الدنيا، والله هيكسر الدنيا. احمد داش وعصام عمر حاجه مصر ولاده، شبان يجننوا يجننوا يجننوا، ونادين خان وباكوره اعمال المتحده وحاجه كده. يعني انا مبسوطه، انا مبسوطه، يعني مبسوطه ان شاء الله الناس تنبسط يا رب. كلنا يعني متاكدين بانه فعلا هيطلع مسلسل حلو جدا 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 ومختلف جدا كمان، وكفايه وجودك زي ما بيتقال. يهمني رايك بعد العمل. يا سلام، هو انا طول لا هتبقى شهادتي مجروحه، هتبقى شهادتي مجروحه، لكن التأكيد 100% انه اكيد المسلسل ده هينجح، وكفايه وجودك فيه فعلا. يعني بجد والله كل سنه طيبه ورمضان كريم عليكي وعلى كل اللي حواليكي يا رب. الله اكرم على مصر، نورتينا وشرفتينا واسعدتيني الى ابعد الحدود. اشكرك جدا 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 النجمه المتالقه دائما صابرين. انا دايما عندي انحيازات جيليه صح، انا عارف، بس انا اكبر في السن بدليل الشيبه دي. خلوني اخدكم ونروح لفاصل، وبعد الفاصل هنروح لواحد من أروع ومن أبدع المؤلفين الموسيقيين في مصر. ومصر الحقيقة أنا من الناس اللي سعيدة جدا 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 إن عندها جيل عظيم دلوقتي موجود من المؤلفين الموسيقيين. عندنا بقى إحنا إيه بعد الفاصل؟ الموسيقار الرائع دائما شادي مؤنس هيتكلم على الموسيقى التصويرية اللي هو عملها لمسلسل جودر وصيد العقارب، وكمان شادي قال لنا انه هيسمح لنا ان احنا نسمعه وهو بيلعب على العود. يا حلاوه، تعالوا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. النهارده جزء مهم جدا، ان يعني من خلال الوعاء والمظلة الكبيرة للبنك المركزي مع البنك الأهلي، احنا يسعدنا ان احنا نستمر في هذا التعريف وهذا العمل. طب احنا مش بس كده، ده احنا كل يوم والتاني بنروح نفتح فرع
لبنك أهلي في نادي أو في مركز شباب. هو هدفين، هدف دعم مالي بره عباءة الجزء الحكومي لهذه المراكز، مركز الشباب، عشان مش محتاج كل شوية ان انا اديله دعم حكومي قليل عشان اطور بيه المنشأ واطور بيه الرياضة. وبالتالي بننشئ البنك الاهلي او بنك مصر تحديدا. الحقيقة غطينا نسبة لكن لسه نسبة كبيرة، وبناخد بيها موافقة مجلس الوزراء على التوجيه بالامر المباشر لانشاء البنك في مساحة يتفق عليها. غيرنا شكل سور مركز الشباب والشكل الحضاري اللي موجود. طبعا نقطة الشمول المالي دي نقطة جوهرية جدا بتسهل حركة الأموال في المجتمع، بدل ما هو بيعتمد على النقد في المدفوعات بيعتمد على مجتمع أقل اعتمادا على النقدية، وده من خلال ان كل واحد يبقى عنده حساب في بنك او يبقى عنده احد التطبيقات الموجوده، مثلا في تطبيق انستا باي اللي صدر البنك المركزي عن طريق شركه بنوك مصر، او حتى المنتجات بتاعه البنك الاهلي زي الفون كاش او بطاقات الخصم زي بطاقات ميزه والحاجات دي كلها. كل دي بتمكن من حركه السيوله وحركه الدفع بشكل اوفر، فحضرتك تقدر تدفع كل الخدمات اللي حضرتك تتلقاها، تدفع الكهرباء، تدفع الميه، تدفع اشتراكات نوادي، تدفع تامين، تدخر مدخرات استثماريه، كل دي بتتم عن طريق بعض المدفوعات الالكترونيه او الرقمنه. فالشمول المالي ليس حكرا على مجرد ان هتبقى عندك حساب في بنك، ولكن معاملاتك نفسها تبقى معاملات مرقمنه اللي هي بيسموها الكترونيه. الحقيقه البروتوكول بياتي في اطار يعني توجه الدوله المصريه في دعم الشمول المالي، طبعا توجيه دكتور اشرف صبحي ان احنا يبقى في توعيه اكتر للشباب داخل مراكز الشباب، وده بالتالي احنا موجودين النهارده. البروتوكول سياسي الاطراف ما بين وزاره الشباب والرياضه والبنك المركزي والبنك الاهلي. الحقيقه احنا نازلين الفتره الجايه مراكز الشباب للتوعيه بالشمول المالي. الحقيقه احنا كمان مستخدمين القوه الناعمه داخل المراكز الشباب للتوعيه بالشمول المالي، في سكتشات مسرحيه يعني بشكل شبابي وكوميدي بحيث توصل للشباب يعني ايه شمول مالي. برضو الندوات اللي موجوده داخل مراكز الشباب بنستخدمها، والحقيقه كل اشكال التوعيه للشباب احنا مقدمينها داخل المراكز الشباب بحيث يبقى في توعيه اكبر للشمول المالي خلال فتره الحمل. موسيقى تستوجب ان ما اتكلمش، يعني صعب جدا جدا يكاد يكون غلط ان انا اتكلم. بس خويي الاول ارحب بالموسيقار الرائع العظيم جدا عبقري، وانا دايما يعني افتخر بادعاء ان احنا اصحاب طبعا، فاتمنى انه ده يكون بجد. يعني شادي مؤنس انت منور كمدرب. ربنا يخليك يا استاذ يوسف، ده انا اتشرف بيك والله. اتشرف بصدقك. ايه الحمد لله كله تمام. شادي انا دايما بقعد اتساءل هو ايه السحر اللي في الموسيقى؟ ده سؤال غريب صح؟ ده سؤال وجودي جدا. بس في سحر والله، انا بدون مبالغه انت قاعد عمال وانا فعلا مش عايز اتكلم، يعني عايز افضل عامل كده وسامع. هي انا بشوف الموسيقى لغه تواصل، لغه تواصل مع الاشخاص ولغه تواصل مع ربنا، ويعني هي فيها دايما طول الوقت تواصل. توصل احساسك، توصل اللي انت عايز تقوله بالمزيكا من غير ما تتكلم. بالنسبه لي ده اكتر حاجه بتحببني في المزيكا. كمان لما بسمع مزيكا بسمع مزيكا يعني عجباني
بتوديني في حتة تانية خالص، بتخليني ممكن ساعات بتعمل ريليز لكل المشاعر اللي عندي، بتبقى بتطلق كل المشاعر بتخليني كل العواطف اللي موجودة جواك، بتخليني طاير يعني. مش مزيكتي حتى يعني، بسمع مزيكة لحد ببقى يعني ببقى في حالة مش عارف اقول ايه. انت مش موجود على الارض بجد يعني. واي شخص بيتذوق الموسيقى وبيحسها اكيد هيبقى فاهم اللي انا بقوله ده كويس اعتقد كده. زي ما انت قلت استخدمت جملة رائعة، بتخليك مش موجود على الارض، انت في عالم تاني تماما. صحيح صحيح. بس انا بحاول افكر معاك بصوت عالي، هل الموسيقى مش بتتعارض مع الهندسة؟ يعني المهندس ده منظم جدا وكل حاجة بنظام ومحسوبة اكيد النوتة الموسيقية بتبقى محسوبة، بس الموسيقى اطلاق عنان لكل الخيال والمشاعر زي ما انت قلت. صحيح. والهندسة هي منتهى النظام. بص، هي الهندسة ساعدتني في علم الموسيقى. يعني انت بتألف الجملة اللي هو مخزونك من احساسك من روحك بجد يعني، وبعدين هتبتدي بقى انت تخش في التأليف الموسيقي، انت مش بتعمل لحن وبتمشي يعني، مش ده انت بقى الجملة دي ازاي هتكبرها، ازاي هتحطها في قالب، ازاي هتعمل فيها مشاعر مختلفة بالذات في الدراما. فده بقى هو علم الهارموني، وبعدين علم الكونتربوينت والأوركستريشن، كل ده حسابات. طبعا برضو الاحساس مهم فيها. يعني انا لسه كنت بتكلم مع الاستاذ المعد قبل الهوا، انه انا ممكن الف الجمله واكتب الهارموني والكونتر بوينت وكل والاوركستريشن من غير ما اسمعه طبقا للقواعد، هتطلع مظبوطه يعني، مش تسمع حاجه نشاز طالما انت عارف القواعد. الفكره انك انت بقى تحط احساسك، حتى لما بتيجي تكتب الخطوط الموازيه للخط الرئيسي بتيجي تحط احساسك. لكن الهندسه بتساعدك، او معرفتك بالقواعد بتساعدك في انك انت خلاص عارف القواعد، عارف انه النوته هنا مثلا اربع، النوته دي لجاتو فاربعه هتلعب عليها اربعه استكاتو مثلا يعني هي حسابات بشكل او باخر. فالهندسه ساعدتني بس في تنظيم مخي يعني. انت كنت قاعد مع محمد فتحي يونس صح؟ طول بعرض مهيب الطلعة كده صح؟ هو يونس اللي كنت قاعد معاه من شويه. ايوه لا شك فيه. ايوه يونس من الناس المفتونه بموسيقى جزيره غمام. وانت قلت حاجه حلوه قوي، قلت الموسيقى دي بتخلق لك تواصل طول الوقت مع ربنا. صحيح. وجزيره غمام اصلا كان قايم على كده. صحيح. فكره الاتصال الروحي طول الوقت. صحيح صحيح. جبتها منين يعني؟ اصل انا من الناس اللي بجد انا كمان زي يونس مفتون بموسيقى جزيره غمام. ده رزق من ربنا والله. يعني هو يعني ما اقدرش اقول جبتها منين، انا بس انه مثلا انا قريت القصه سيناريو بتاع استاذ عبد الرحيم كمال. عبد الرحيم كمال جميل. وانا الفت المزيكا كلها قبل ما اشوف المسلسل من القرايه يعني، المزيكا كلها اتالفت من القرايه بس ما شفتش المسلسل. لما شفت بس ظبطت شويه السرعات في بعض التراكات، سرعه التراك لانه المشهد مثلا سرعته كذا، فانا بحاول اظبط بس نفس الجمله بس على كده. لكن هو انا دخلت عشت القصه وكان عندي من الوقت ان انا اعيش واطور وكده. بس الحقيقه انه جزيره غمام انا اتاثرت جدا بالروايه بالسيناريو بالنص والمزيكا طلعت كده والله من عند ربنا يعني، ما فكرتش. ما هو سبحان الله برضو يعني هو وكأن الموجة اتظبطت ما بينك وما بين عبد الرحيم. جاية كده جدا جدا جدا. الحمد لله. أثقل عليك بأن احنا نسمع حاجة من جزيرة غمام. انت تؤمر. لا والله بجد، أصل احنا مفتونين، احنا قاعدين. Thank you.
طب انا هقول لك انا حسيت بايه من المزيكا، انها بدء ده احساس يعني، انها توسل وابتهال ودعاء ورجاء حقيقي. وبعد شويه بدات تفرح حقيقي. وكان فيها شكر طول أيوة. الوقت، وبعد شويه المزيد من التوسل والرجاء لربنا، يعني ده اللي انا حسيته وانا بسمع. ده حقيقي التيمه دي بالذات كان بتاعه احمد امين لما كان شبه اتطرد من البلد كده وغضبوا عليه وكده، وبعدين ابتدى يعني مش عارف بيبص لربنا ومش عارف يعمل ايه، وبعدين ابتدى راح ماسك المعين ابتدى يغسلها وبتاع، كنوع من الالهاء وانه يشغل نفسه وما يحاولش يكتئب يعني. وهي يعني هي فيها كتير من ده بالظبط. وتحس ان نفس الموجه اللي اتظبطت ما بينك وما بين عبد الرحيم مظبوطه مع امين. ده احنا حبينا بعض قوي قوي يعني، اول مره شفنا بعض في اخر يوم رمضان، وجي قعد، كان الاستاذ عبد الرحيم عازمنا وجي قعد جنبي وفضلنا نرغي طول القعده، كنت انا وهو استاذ علي حجار. الله. والله. وجينا قعدنا يعني، هو جه قعد جنبينا احنا الاثنين وفضلنا بقى قاعدين طول القعده الفطار، وكملنا احنا لقينا بعض جدا جدا. وثلاثة محبين للعود. طبعا امين يحب العود، استاذ الحجار بيحب العود، بس استاذ الحجار اشول عنده العود بتاعه. حقيقي العود بتاعه معكوس الناحيه أيوه. التانية. ايوه صحيح. فضلنا احنا الثلاثه كده قاعدين مع بعض لغايه يمكن السحور والله، يعني كناش عايزين نمشي. هو فنان جميل كمان استاذ احمد امين، فنان جميل جدا جدا ومتنوع وبني ادم. كنت لسه اقول لك يعني انا اظن قابلته مره واحده، لكن هو لا يمكن تستشعر شعور طاغي اكتر من انسانيته. حقيقي جدا جدا بني ادم. هو الفنان بقى عشان كده بيوصل صح. يعني الناس بتحس باللي عامل فيها فنان او اللي عنده شويه كبر كده، لا لكن احمد امين يعني بسيط وعشان كده ومجتهد جدا، فواصل للناس جدا جدا. ايوه ربنا صارف له بركه وخير. ايوه صحيح. صح صحيح جدا. طيب تعالى نروح لفاصل وهنرجع بقى نكمل الكلام، بس غالبا هنقعد نتكلم شويه على رمضان السنه دي. طيب. ما بين جودر وما بين صيد العقارب. فجودر الف ليله وليله. وصيد العقارب انا محتار. انا لسه ما شفتش فهشوف. تعالى نروح للفاصل ونرجع مع المبدع الرائع جدا في قرن الكبير شادي مؤنس. استنونا لو سمحت. ازاي حضراتكم، وكل الترحيب بالموسيقار الكبير شادي مؤنس. وهروح على جودر. وهبدا بجودر ليه قبل صيد العقارب؟ في تقديري هو الاصعب. ويمكن جزء من الصعوبه هو الارتباطات الذهنيه بتاعتنا كلنا، موسيقى شهرزاد، رمسكي كورساكوف. ايوه. فاحنا طول الوقت هنبقى مستنيين هنسمع تنويعات على شهرزاد لرمسكي كورساكوف. وهنا ده تحدي مذهل انك يعني هتاخدنا في حته تانيه بقى. هو طبعا الف ليله وليله السنه دي مختلف تماما. احنا رايحين في حته مستوى بجد، على مستوى الصوره والاخراج والجرافيكس والتمثيل، احنا رايحين في حته عالميه جدا والله العظيم ما ببالغ. يعني انتوا هتشوفوا ان شاء الله النص الثاني من رمضان. فاحنا رايحين في حته ما اعتقدش انها حصلت في مصر قبل كده، وعلى مستوى الانتاج حتى لا، الموضوع حلو جدا. شهرزاد وشهرزاد هي بتحكي قصه جودر. يعني شهرزاد بتحكي قصه جودر، فالمين جودر، المين يعني القصه الرئيسيه جودر. الثيم الرئيسي بتاعنا الثيم الرئيسي جودر. جودر ده يعني ايه، بيروح بقى في رحله وبيحب يدور على الكنوز الاربعه وبيحارب الجن وبيتخطف ويروح مش عارف فين، يعني مش عايز احرق يعني، بس فهي رحله كده علاء الدين على سندباد على يعني. فطبعا ميوزيكال كان بالنسبه لي ثلاث مسلسلات في بعض مش مسلسل. ده كده يجي 10. يعني مش عايز ابالغ، بس هي بجد كميه انماط موسيقيه. يعني هقول لحضرتك حاجه، هتلاقي في المسلسل هتلاقي موشح مغنيه كارمن سليمان. حلو. اللي هو الشكل الشرقي القديم الموشح بتاع. هتلاقي رقصات شبه التركي شويه او يعني استعراضات. هتلاقي بقى انا مثلا مسجل المزيكا كلها في روسيا، اوركستر الروسي. فاحنا رايحين بقى في حته بقى كلاسيكال جدا جدا، لان الصوره عظيمه وكبيره. فهتلاقي تنوع موسيقي رهيب، وهتلاقي جزء في ايقاعات مغربي وحاجات وبتاع عشان بيتخطف بيروح المغرب يعني. ففي تنوع رهيب. وسجلنا السولستات هنا من مصر. هقول لك حاجه، انا
احنا بنسجل اوركستر، فانا في التشيلو مستخدمه كتير، وكان استاذ اسلام الخيري بيقول عايزين بقى نسجل التشيلو بره وبتاع، حاضر يا استاذ اسلام ونسجل التشيلو بره. وانا عارف ان احنا عندنا عازفين مصريين رانك، لا بجد عندنا عازفين رانكت، فخليت الراجل البريمو بتاع التشيلو يعني السوليست التشيلو في روسيا يسجل، وخليت استاذ محمود صالح عازف التشيلو العظيم المصري يسجل، وحطيت الاثنين جنب بعض مفيش مقارنه. لا والله وكلاسيك، احنا مش كمان مش شرقي، كلاسيك 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 كلاسيك، محمود صالح يكسب بمراحل. ف مصر ولاده برضو. لا مصر مليانه مذهله. والله بجد بدون مبالغه يعني. فالسولستات اغلبهم كانوا من هنا، الا الالات اللي هي مش موجوده هنا، مثلا في الات هندي، في الات ناحيه اذربيجان والكلام ده مش انا اعرف اله هنديه واحده ستار. طبعا الستار والسنتور والايرهو، عندهم حاجه شبه الربابه كده اسمها ايرهو مستخدمه هنا جوه كتير. دودوك برضو، حتى دودوك مصري، في جزء عازف مصري وجزء عازف سوري، كلارينت مصري، يعني اغلبيه السولستات من مصر. سجلنا بس الاوركسترا لظروف طبعا القاعات التسجيل هناك مختلفه، وال يعني مش عازفين، هي كواليتي القاعه بالتجهيزات بالمايكنج بالكلام. فربنا يكرمنا ان شاء الله، بس يعني كان مشروع صعب وتقيل الحقيقه. عايز اقول لك ده مشروع كده غايه في الصعوبه. تقيل تقيل قوي قوي قوي، خصوصا اسلام خيري كمان ما بيفوتش يعني. عايز اللي في دماغه بالظبط يعني. انت لما بتشتغل مسلسل كبير ما بتشتغلش سكورينج تو بيكتشر، يعني مش كل مشهد هتالف له مزيكا. انت بتقرا القصه وتشوف السلكشن من المشاهد او اتنين، سلكشن المشاهد تشتغل عليهم وخلاص، وتاخد بقى تعمل فاريشن بتاع. اسلام تقريبا خلينا اشتغل سكورينج تو بيكتشر، يعني تقريبا كل مشهد بمزيكته كده. اسلام المهلك يعني، اسلام المهلك. مش فيها هزار. طيب انا يمكن هبقى محتاج ان انا الختام بتاعي شوف بقى يبقى مزيكا بتاعتك. قال يعني ليا دور؟ لا ماليش دور في الموضوع. الدور النهارده كله عند شادي مؤنس. نسمع ايه نعتبره ان ده خير الختام في الحلقه دي، لان احنا هنقعد بقى نستمتع في ال 15 حلقه الاخر بتوع رمضان. ربنا يخليك. عايز بقى من صيد العقارب، عايز من جودر، عايز اللي انت عايزه. ممكن من صيد العقارب حاجه؟ ماشي. الموسيقى باستلهام من الطبيعه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا والاصوات اللي اداها لنا. بس انا دايما في رايي الموسيقى اعظم فن ابدعه الانسان، مفيش اجمل من الموسيقى بالنسبه لي. بالنسبه انا بالنسبه لي بالرغم ان انا مجرد مستمع لا اجيد العزف على اي اله، بل اكاد اكون عازف بشع، بس اكاد اكون برضو هاوي رائع يحب يسمع يعني. طبعا شادي انا مش عارف اشكرك ازاي على وقتك، وانا عارف انك منشغل جدا جدا جدا، ومن الواضح ان جودر واخد مجهود ذهني وجسدي مخيف، بس حقيقي يعني ربنا يوفقك. ربنا يخليك. ودايما نفضل مستمتعين بموسيقى رائعه منك يا شادي. وانت طيب وكل سنه وانت طيب مره ثانيه وثالثه، ورمضان كريم عليك وعلى كل حبايبك يا رب. كل الشكر لواحد من اروع مبدعين. لما نقول لكم مصر مليانه، مصر مليانه،
شادي مؤنس الموسيقار الرائع والجميل دوما نورنا وشرفنا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. بكرة إن شاء الله 9:30 بقى هتلاقوني هنا اهو بحطة ايديكم بإذن الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.